وقعت شركة مبادلة الإماراتية للبترول مع شركة إيني الإيطالية اتفاقية لشراء 10% من حصة الأخيرة في امتياز حقل الشروق البحري للغاز في مصر، والذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي في صفقة تبلغ قيمتها 934 مليون دولار. وقع الاتفاقية نيابة عن مبادلة خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب بشركة مبادلة الاستثمار، فيما وقع عن شركة إيني كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية. وحضر التوقيع عن الجانب الإماراتي وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد النهيان، وعن الجانب الإيطالي رئيس الوزراء جنتيلوني. وقال الرئيس التنفيذي لإيني كلاوديو ديسكالزي قال إن الصفقة تمثل إشارة أخرى إلى قوة وجود هذا الحقل العالمي، ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء بعض المتطلبات القانونية ومن بينها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المصرية.